إذن مرحبا بكم أصدقائي مرة أخرى في الجزء الثاني من دورة ربح من 1 إلى 5 دولار. في الجزء الأول تعرفنا فقط على الأرباح كتحفيز لبعض الإخوة، وفي الجزء الثاني سوف نتعرف على بعض التفاصيل الأخرى. بطبيعة الحال سنتعرف على النيتش الذي سنشتغل عليه، وسنتعرف كذلك على يعني طريقة إنشاء مدونة ناجحة مع تومبليت رائع جدا، واستهداف الزوار في الحلقات المقبلة، والمزيد من الطرق الأخرى في الدروس المقبلة أو الأجزاء المقبلة إن صح التعبير بطبيعة الحال. إذن فلا تبخلوا علينا بالنقع على زر لايك لأنه تشجيع لنا على تقديم المزيد، وكذلك ترك تعليق في الأسفل هو مهم جدا. وغير ذلك لا تنسى إن كنت أول مرة تتابع قناة بريزما بالنقع على زر سبسكرايب وتفعيل خاصية الجرس. إذن الآن أحبتي في الله سوف ننتقل لنتعرف على طريقة يعني إنشاء مدونة ناجحة بقلب رائع جدا، وكذلك النيتش الذي سيعطينا أرباح جيدة، والشركة الإعلانية التي استعملناها بطبيعة الحال في الحلقة الأولى أو الجزء الأول إن صح التعبير. فرصة ممتعة ومفيدة إن شاء الله. مرحبا بكم مجددا أصدقائي، سنقوم الآن بتركيب البلويتي، ولا شيء مستحيل أمام الإرادة، دائما تخلق الأعذار وقم بالاشتغال بأي شيء يوجد لديك. إذن سنقوم بتركيب البلويتي في الحاسوب الخاص بنا كي نقوم بالشرح. إذن أصدقائي كي لا يكون الشرح ممل، سنقوم بشرح اليوم فقط يعني طريقة إنشاء مدونة وتركيب قالب عليها والنيتشات التي سنشتغل عليها، لأننا تطرقنا إلى الشركة الإعلانية التي أستعملها ويعني الأرباح وما إلى ذلك. سنقوم بلخبطة الأمور وسيكون الشرح ممل، لذلك اليوم إن شاء الله سنتحدث فقط عن هذا الموضوع. نقوم بالشغل كامتازي ستوديو ونقوم بالدخول إليه إن شاء الله. إذن الدورة ستكون إن شاء الله للمبتدئين وستكون مبسطة لكي يفهم الجميع إن شاء الله، هذا كل ما في الأمر أحبائي الكرام. نقوم بتشغيل البلويتي جيد ونبدأ الشرح إن شاء الله. السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم في الديسكتوب. الآن سنقوم بالدخول إلى البلوجر، الكل يعرف blogger.com. بعد الدخول إلى البلوجر تقوم بالضغط على Create Votre Blog هنا، قم بالنقر عليها، ثم بعد ذلك سوف يعني نتمكن بالضغط على Continue Vir Blogger يعني المواصلة للبلوجر، ثم Create Un Blog إنشاء مدونة، هنا نسميها يعني اسم، وهنا سنقوم بتوضيح بعض الأمور مهمة جدا، ألا وهي النيتشات التي سنشتغل عليها. لدينا نيتش الألعاب، نيتش التطبيقات، نيتش الأفلام. لماذا؟ لأنه في هذه النيتشات توجد خاصية مهمة لزيادة الأرباح وتحسينها بطبيعة الحال. ما هي هذه الخاصية؟ يعني عندما سيدخل شخص ويريد تحميل اللعبة يقوم بالضغط على اضغط هنا ويقوم بتحميل اللعبة، يقوم بوضع الإعلانات بداخل التدوينة، وعندما تكون الضغطات أغلب الأحيان تكون الضغطات فوق الإعلانات، لأنه في الشركة الإعلانية التي سنتطرق لها تكون يعني الإعلانات في بعض الأحيان كليك هير أو اضغط هنا ويظن أنها بالنسبة لتحميل اللعبة، ولكن الرابط غير ذلك في التدوينات. كذلك التطبيقات فنفس الشيء بالنسبة للألعاب، وكذلك الأفلام. إذن أنا سأشتغل على نيتش الألعاب، يمكنك اختيار نيتش التطبيقات، يمكنك اختيار نيتش الأفلام والألعاب، أي شيء تريد اختياره أنت حر، وكل شيء يعطي الصدى الخاص به، يجب فقط المثابرة والجدية في العمل. وأنا فقط سأضع مدونة ألعابكم، ثم يعني ألعابكم دوت بلوك سبوت. إذن سنقوم بإضافة بعض الأمور لكي تكون المدونة مقبولة كما تلاحظون هنا. بعد ذلك يعني نقوم بالضغط على كري أن بلوك. إذن إلى هنا نكون قد قمنا بإنشاء مدونة، ونقوم بالضغط على نوفيل ارتيكل اذا اردنا انشاء يعني تدوينات ووضع فيها صور ومقالات وروابط لتحميل العاب او تطبيقات او افلام. جميل،
الآن أنشأت مدونة، لابد أن يكون لدينا يعني قالب، يعني القالب يعطي جمالية للمدونة الخاصة بنا. لذلك يا صديقي العزيز سنقوم ب يعني تحميل القالب من جوجل، يعني نقوم بالدخول إلى google.com ثم البحث عن قوالب بلوجر للألعاب. قوالب بلوجر ليس للتطبيقات، إذا كنت تشتغل على نيتش التطبيقات تقوم فقط بكتابة قوالب بلوجر 2017، إذا كنت تشتغل على الأفلام يمكنك كتابة قوالب بلوجر للأفلام. هنا قوالب بلوجر للألعاب، هنا العديد من القوالب، تجد المعاينات وتجد روابط التحميل وكل شيء. مثلا إذا دخلنا إلى هذا الموقع نجد معاينة القالب ونجد تحميل القالب كما ترى أمام عيونك. جميل، إذن سأقوم أنا بتحميل قالب من موقع معين. قمت بالضغط على تحميل بعدما رأيت معاينة والقالب متوافق وما إلى ذلك من هذه الأمور. قمت بتحميل القالب، لذلك سنقوم بعمل إكسترير هير لأنه يكون في بعض الأحيان بالوينرار، ثم نقوم بمتح فتح الملف كما تلاحظون في الشاشة. بعد ذلك فتجد التمبليت هنا، هذا هو القالب الخاص بك. فالمدونة الخاصة بنا أحبتي في الله هي على الشكل التالي. نقوم بالدخول على هذا الخيار تيم يعني، ثم بعد ذلك يعني نقوم بالضغط على هذا الخيار، ثم نقوم باختيار الملف الخاص بنا، نقوم بالبحث عليه هنا. جيد، لا أعلم ما هو الاسم الخاص به ولكن سأبحث على الملف. نعم الاسم الخاص به بوير، وبالتالي سأعود مرة أخرى وأقوم بالضغط على شوزيغ في شيء، ثم أقوم بعمل هذا الشيء. بعد ذلك أقوم بالدخول إلى تومبلايت، ثم أختار القالب الخاص بي، ثم أقوم بالنقر على ترانسفير. بهذا أكون قد ثبتت القالب الخاص بي بهذا المفهوم لكي تصل المعلومة بأحسن صورة في المدونة الخاصة بي. إذن هنا أنتظر حتى فقط يعني بعض الثواني لكي يتم تركيب القالب، وسيكون بهذا الشكل كما تلاحظون معي في الشاشة. القالب يعطي جمالية والزائر يعود مرة أخرى إلى المدونة، ثم نقوم بالنقر على بيرسوناليزي. بعد النقر على بيرسوناليزي نكون بعد ذلك قد يعني ثبتنا القالب بهذا الشكل، وهو سيكون هذا الشكل التالي. يمكننا الضغط على افيشيلو بلوج لإظهار المدونة، وكما تلاحظون يمكننا تغيير أي شيء في المدونة الخاصة بنا، والأهم من ذلك هو يعني وضع مقالات جديدة على البلوجر الخاص بنا. نقوم بالدخول إلى blogger.com، ثم بعد ذلك نقوم بالنقر على نوفير أرتيكل، ثم هنا سنبدأ بوضع يعني اسم التدوينة، مثلا تحميل لعبة GTA 5 2017، خصوصا للاندرويد او للحواسيب يمكنك ان تكتب APK. ثم هنا تكتب المقالة بعض الكلمات، السلام عليكم مرحبا بزوار ومتابعي مدونة العاب كوم في هذه التدوينة الجديدة التي من خلالها سوف نتطرق الى كذا وكذا وكذا، نعم كذا وكذا وكذا. وبعد ذلك نقوم بوضع الصورة، صورة تعبر عن المحتوى. اذا كنا نتحدث عن جي تي 5 لا تضع لي صورة ميسي يا صديقي، زي ما مني تحط الصورة دي ميسي. ثم بعد ذلك تقوم بإنهاء التدوينة الخاصة بك برابط، يعني في آخر تدوينة تقوم بكتابة تحميل اللعبة، ثم هكذا، ثم تأخذ الرابط مثلا إذا كان الرابط اللعبة هو هذا الشكل. يعني هذه الأمور بديهية وبسيطة جدا، تقوم بالنقر على هذا الخيار ثم اضغط هنا، ثم بعد ذلك نقوم بالنقر هنا. وها انت اذا ضغط على الشخص على يعطي تحميل اللعبة مباشرة. هنا تكون المقالة والصورة، يعني لمن لا يعرف كيفية رفع الصور يمكنك النقر على هذا الخيار واختيار الصورة من الحاسوب الخاص بك. مثلا اذا كانت صورة GTA 5 على هذا الشكل يمكننا النقر عليها والضغط هنا بسهولة تامة.
لكي لا يأتي شخص في تعليقات ويقول لي يعني لم ترينا كيف أن أرفع الصورة إلى التدوين، فقد تقوم باختياري والضغط هنا، ويمكنك تكبيرها وتصغيرها من هذا يعني الخيار، يعني تاي أوريجينال إكسترا إذا أردت تصغيرها، إذا أردت توسيطها و يعني جعلها في الجريم الأيمن والأيسر هنا، يعني كل شيء تمام كما تلاحظ، ويمكنك كتابة المقالة في الأعلى وتحديد الكتابة وجعلها كما تريد، هل هي مستقيمة، هل هي في نفس السطر، هل هي وسطية، يعني هذه الأمور بسيطة. في الأخير تقوم بالنقر على بيبلي، ولكن لن يعني قم فقط بملء بعض التدوينات يعني لكي نذهب سيتاب بار سيتاب، يعني خطوة بخطوة، يعني تقوم بوضع بعض التدوينات في المدونة الخاصة بك، الخاصة بك سواء بالألعاب أو المسلسلات أو يعني تطبيقات، ثم بعد ذلك سنريك كيف يعني تحصل على إعلانات من خلال الشركة الإعلانية التي سنستعملها، وكيف ستضعها في أحسن مكان لكي تحقق أرباح جيدة، وكذلك طريقة جلب الزوار والعديد من الأمور. لاحظوا فقط هذا الشرح فيه فقط في الديسكتوب 8 دقائق لكي تتضح المعالم وتفهم كل شيء. يعني الأمر واضح جدا، هنا تقوم بوضع يعني عنوان للتدوينة، ثم تقوم بالضغط على بيبلي، وبهذا تكون قد نشرت التدوينة كما تلاحظ. هذا هو يعني التدوينة إذا أردت يعني مشاهدتها، وإذا أردت المعاينة فكل شيء تمام أخي الكريم، تقوم بالضغط على أفيشي فقط، وهذا هو الرابط المباشر للتدوينة كما تلاحظ. يعني هذه الأمور ديال يعني تغيير من بعض الرتوشات في الصفحة، يمكنك فقط التغيير بالضغط على هذا الخيار، وإضافة إعلان مثلا هنا، إضافة يعني تابعنا على فيسبوك السكريبت الخاص بي، يمكنك الضغط الدخول إلى جوجل والبحث عن السكريبت الخاص بصفحتك على الفيسبوك التابعة للمدونة، كل شيء يمكنك إضافته في هذا الخيار الخاص بميزون باج. يعني هذه الأمور بديهية وبسيطة بالنسبة للسيو، سنحاول التطرق له في حلقات مقبلة. إذا إلى هنا تكون حلقتنا قد انتهت، بطبيعة الحال حلقة فقط بسيطة جدا، أقول هذه الدورة للمبتدئين، لكل من يريد أن يبدأ ولا يعرف كثيرا في هذا المجال، لكي لا يأتي شخص يعني فاهم وعشوي ويتفشخر علي في التعليقات، يا أخي هذه الطرق بسيطة فقط. فهذه الطرق بسيطة فعلا ولكنها مهمة، لأنه أتلقى العديد من الرسائل بخصوص بعض الأشخاص. إذا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، لا تنسى النقر على لايك مهم جدا، ولا تنسى النقر على سبسكرايب، بالإضافة إلى تعليق محفز، لأنه أنت ترى بأم عينك أننا نبذل مجهود كبير جدا من أجل أن نقدم لك الأفضل والأحسن. يلا وصلنا إلى نهاية الحلقة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.